بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 117 تحت عنوان زكاة الزروع وغيرها، تم تسجيل هذا المجلس في 12 1416 هجري الموافق 9 آب 1995 ميلادي. اتفقنا قديما انه التجار اللي عندهم اكثر من شركة واكثر من مورد واكثر من محل انه بيحدد يوم في هالسنة، بيجمع شو عنده في هالمحلات هذه كلها، بغض النظر انه هذا بالذات حال عليه الحول وهذا حال عليه، يعني هذا مستحيل صار حصر المبلغ المحدد اللي حال عليه الحول اللي ما حال عليه الحول، لانه الاموال كتير اكثر. هذه مسألة اخرى، بارك الله فيه، هذه مسألة اخرى، وهذا جواب معروف ايضا. يعني العلماء اختلفوا في شخص، دعنا من التجار والشركات، شخص في أول شهر محرم اجتمع عنده النصاب، في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة، أثناء ما بين محرم ومحرم جاءته نصب وضمت هذه النصب إلى النصاب الأول في آخر السنة، يعني في رمضان في محرم الثاني، هل يخرج عن النصاب اللي مضى عليه الحول؟ وبغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يجتمع عنده عشرات الأنصبة طيلة السنة، فهل يخرج عن مجموع هذا المال الذي توفر عنده أم كل نصاب له حوله؟ قولان العلماء. القول الذي ترجح عندي هو أنه لا ينبغي أو لا يجب أن التاجر أو الغني أنه يفتح دفتر لكل نصاب كل يوم أو كل 5 أيام أو إلى آخره، وإنما بلغ نصاب واحد ثم ما يضاف إليه يخرج عن هذه المجموعة، ولو كان المضاف أكثر من النصاب وما حال عليه الحول فهو يذهب بشفاعة النصاب الأول. هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم الآن عن شركة أنه يخلو أو لا يخلو، عرفنا الآن أنه بعض الشركات لا يخلو الخزينة من أن يستمر فيه النصاب على الأقل، إذن الزكاة واجبة على هذا المال المكنون ولو كان نصابا واحدا. أما هذا التاجر الذي أنت تحدثت عنه فجواب ما سمعت آلفا، إذن هنا مسألتان واضحتان تماما. سيدي، الصدقة على البضائع اللي تكون في يعني في حوزة التاجر، طبعا هو أدى زكاته 2.5% على أرباحه أو على المبلغ اللي موجود عنده في وقت النصاب. في بعض البضائع يعني تكون ما بتمشي عنده، يعني تكون فيها كساد أو ستوك مثلا، تعتبر ستوك، لكن هي طبعا ستوك إنه مش بتكون سيئة، بتكون مثلا موسمها راح. أي نعم. هل هاي يجوز يعني التصدق فيها؟ بس هي يعني جيدة، يعني للفقير يعني يعتبرها شيء غير شكل، يعني كحي أحذية ك. مفهوم. يعني الجواب من حيث الجواز يجوز، لكن ليس مفضلا، لأن الله يقول لا تيمموا الخبيث تنفقون منه. هذا طبعا الآية نزلت بالنسبة للتمر، التمر كما تعلمون أنواع، فكان أحدهم يأخذ التمر الرديء ويتصدق به، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تربية لهم. يعني الإنسان يجب أن تسمو نفسه وأن
تصفو عن الماديات بقدر الإمكان ويشارك إخوانه الفقراء في الطعام الطيب أو الكشف الطيبة أو أي شيء يراد التصدق به، فهذا هو الأفضل. لكن هل يجوز؟ يجوز بلا شك، فهو خير من العدم. يعني إخراج هذا الزكاة من النوع هو خير من العدم بلا شك، لكن خير منه أن تخرج مما هو أفضل منه، هذا هو الجواب. مما تحبون. نعم تفضل. على حديث الشركات وما يكون في صندوقها وما لا يكون، هناك أيضا في عالم الشركات طرق محاسبية متبعة ومقبولة وماشية في البلاد جميعا، منها مثلا أنه يحسب هناك اهتلاك للموجودات بنسبة كذا في السنة، يعني بعد 5 أو 10 سنوات لو عندك مصنع يعتبر أنه ليس موجودا من الناحية المالية، طبيعة الحال هو موجود وبالعكس يكون قيمته أكبر. يمكن فيما يتعلق بأمور الزكاة هذه الطرق المحاسبية لا يلتفت لها ولا ينظر من وجهة نظر الإسلام، حابب أنه أشوف رأيك في هذا. ما استوعبتك؟ يعني لما بيحسبوا الأرباح ولما بيحسبوا الموجودات بيحسبوا كذا، أنت جئت برأس مال وعملت مصنع، طيب هذا المصنع حسب القوانين والأنظمة يهتلك. إيه؟ يهتلك، يستهلك، يستهلك قيمة مالية خلال فرضنا 10 سنوات. أي. فكل سنة يخصم من رأس المال في الميزانيات أو من الموجودات بقيمة هذا الاهتلاك السنوي، وبالتالي نتيجة لهذا الاهتلاك يتكون عندك أرباح أو لا يتكون. الصورة تبعت الربح والصورة تبعت الموجودات مرتبطة بطريقة الحساب، بينما الواقع اللي على الأرض يختلف، إنه لا يزال عندك موجودات كبيرة وتربح أرباح وإلى آخره. فيمكن لحساب الزكاة لا يجوز تبني الطرق المحاسبية المتعلقة بالشركات. هذا سؤالي. مثلا سيارة في الشركة قيمتها مثلا بالسنة اللي تم شرائها 10,000 دينار، راح كل سنة بينزل استهلاك لها، يعني بصير 9,000 والسنة التالية بصير 8,000 وهكذا. طبعا حتى انت لما بدك تبيعها ما راح تقدر تبيعها ب10,000، راح تبيعها ب2000 اخر يعني بعد 10 سنوات او يمكن لا تسوى شيء. فهذا يعني القصد هو مثال عن نفس المكنات اللي هي تستهلك، يعني مكنة مثلا مبلغها 1,000 دينار السنة يمكن بعد 20 سنة لا تساوي شيء. أفضل المكنات معروضة للبيع ولا الصناعة؟ يعني مثلا عنده مصنع للشركة. لا مكنة مصنع مثلا معروضة للشركة. لا ما عليها زكاة يا أخي، هذه ما عليها زكاة أصلا، هذه ما عليها زكاة في الأصل. لا. إذا كان هو يعني هذا النوع هي في الأصل، وإذا صح التعبير هي تازة ما عليها زكاة، ولو لأول سنة لثاني سنة ثالث سنة. أنت تعني هذا؟ أنا أعني ليست كالعروض. أنا فهم، أنا ما بعني المكنة. إذا ما أنا بعني في شركة لها ميزانية. ما يستعمل لخدمة الضاعة لا يخطأ. بفكرة كالمال اللي قسم قسم كقيمة استهلاك المعدل، فبيطلع في النهاية ربح في آخر السنة كذا ويقدر بكذا وكذا. هذا ليش عم يطلع الربح؟ نتيجة لا من ناحية لأعمال الشركة تنتج، وفي نفس الوقت نتيجة لخصم الاستهلاك هذا. عفوا خليني أنا أعلق، خصم الاستهلاك يقصد به استبدال الماكنة اللي عم تتلف، عم تكون مال أنت حتى تشتري البديل، تشتري بدالها، وهكذا على الغالب يصرف هذا المال. ف يعني ليس ربحا، هذا مال كان فيه ديمومة للشركة بدها تبدل موجوداتها، ترصد مال. تعقيدات الشركات في الوضع الحالي، يعني اللي بيحكيه عدنان، هناك في بضاعة للمتاجرة، وهاي اللي هي مفروض انه عليها تخرج الصدقة، ما عدا ذلك من الاشياء التي تسهل عملية التجارة، السيارة مثلا لنقل البضاعة هاي لا تعتبر من عروض التجارة والتالي لا تحسن. وكذلك الآلات، المحل، ما دفعته من خلو وما شابه، هذا لا يحسن، احنا نحسب البضاعة. ما يقول عدنان هو الآتي،
أنت بالطرق المحاسبة العادية حتى تستخرج آخر السنة قديش ربحك. شو بيعملوا؟ بيعملوا نحن بدينا بضاعة أول المدة كان عندنا بضاعة بألف دينار، خلال المدة اشترينا مشتريات بخمسة آلاف دينار، هاي صاروا ستة آلاف دينار، بعنا بسبعة آلاف دينار، وعنا بضاعة بألفين دينار، يبقى سبعة وألفين هي تسعة، عنا بضاعة بألف واشترينا بستة هي سبعة، الفارق بينهم ألفين، هذا ربح. لكن للأغراض المحاسبية والأغراض ضريبة الدخل وما شابه ما بيجوا بحاسبوك على هذا الربح، بتبتدي أنت تخصم من هذا الربح، بتقول هذا شاري سيارة في بداية المشروع، هذه السيارة شاري بعشرة آلاف دينار، بيسمحوا لك أنه تستهلكها على خمس سنين، كل سنة بنزلوا من قيمة هذه السيارة 20%، وبيبتدوا يشيلوا هاي المخصصات، وبيبتدوا يشيلوا هاي، ومن هون تأتي موضوع المخصصات اللي قلنا بيشيلوا مبلغ من المال كاحتياطي حتى بعد خمس سنين السيارة هاي انت تكون عندك مقدرة على شراء سيارة بدالها اللي قيمة استبدالية. انا في يعني في تقديري انا بعد فهمي اللي سمعته منها ان ما يخرج عنه صدقة ليس الامر المحاسب المتعارف عليه، ولكن حقيقة قيمة الأشياء. السيارة لا تخضع حتى استهلكت ما استهلكت، ما له علاقة. نأتي على البضاعة. البضاعة ماذا يستعملون الآن في الشركات؟ في مبدأ يستعملون في الأمر المحاسب، يقولوا الكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. يعني هذا مبدأ محاسبة. بيجوا أنا عندي 5000 وحدة بنطلون لأغراض تسعيرها آخر السنة حتى أطلع ربحي وأوزع على الشركاء، شو بيعملوا؟ بيقولوا 5000 بنطلون بقيموها كالآتي: يا إما كلفتها قديش كلفتني، يا إما قديش بتسوى بالسوق، وبياخذوا أقلهما. إذا سعرها بالسوق الآن أقل معناته البضاعة ما عادت تسوى، خسرة، فبالتالي بيسعروها كلفتها تصبح سعر السوق. إذا لا سعر السوق أعلى من باب التحوق بيشوفوا قديش كلفتها أنت قديش اشتريتها. طيب هذا شو بيهمنا بالنسبة للزكاة؟ بهمنا يا سيدي تقدير نسبة الربح. نسبة الربح كيف تتحدد؟ يا أستاذ نسبة الربح ما نبي حاجة نعرفها، لأنه الربح سيكون واقعيا. نعم سيكون واقعيا. نعم. يعني عندنا شيئين، أن عروض التجارة وهي في مثالك. يا سيدي لا عفوا، هو الربح لن يكون واقعي. خليه يكمل. عندنا شيئين على حسب ما أنا فهمت. عنا البناطل هذوني البنطلونات هي عروض تجارة. نعم. هي عروض تجارة. نعم. وعنا الربح الذي سنستحصله من بيعنا لهذه البنطلونات. نعم. صح إلى هنا. نعم. طيب فنحن على ما شرحنا آنفا أنه هنا في علينا زكاتين، زكاة بالمال الذي نربحه من بيعنا لهذه العروض، وزكاة العروض نفسها. فعندك مثلا 1000 بنطلون، فبتخرج منها 50-100 إلى آخره، بقي عندك إيش 1000 إلا 100 مثلا، هدول بعتهم، بعت نصفهم إلى آخره، ربحت. هل اللي ربحته بلغ النصاب أو ما بلغ النصاب؟ بلغ النصاب واضح، ما بلغ النصاب في عندك مال مسبقا تضمه إليه بتخرج زكاته. شو بيهمنا بقى نحن هذا التفصيل؟ بقول لك شو بيهمنا. الجواب اخذته سابقا لما انت سالته على الاحتياط اللي بتقطعه قاعد، احتياط للخسائر لكذا الى اخره، كونه نقد موجود عندك ان كان احتياط ولا مخصص استهلاك ولا ايش ما كان يكون، كونه نقد موجود عندك، النقد اللي موجود عندك بدك تزكي. عروض التجارة بزكيها كعروض التجارة، ما عاد في إشكال غض النظر عن الحساب. لا مش مفهوم، لا مش مفهوم. أنا إنه حينما تأتي لحساب ما يجب عليه الزكاة من ربح أو كذا، لا تنظر إلى الميزانيات قديش بيطلع لك في النهاية الربح الصافي كذا، وإنما تنظر قديش في نقد وقديش في بضاعة وقديش في معدات. يعني بدك تفصل حساب الزكاة عن حساب موازنات الشركات، هذا اللي بقصد. هلا الآن لا هذا يعني ما هذا التفصيل، لا هذا ولا ذا. إحنا اتفقنا على إنه هناك نوع من البضاعة ما تقدر توزعها، بدك تطلع قيمة. مش
بقولوا ما في نسبة محددة للقيمة هاي غير ما عاد في كثير مهم انك تعطي بضاعة يا اخوي 11000 ولا 15000 ما عاد نسبة محددة للقيمة حتى الان محدد خلينا نفهم من ابو يحيى حتى قضيه الربح ابو يحيى شو ما الذي يرد علينا هلا هذا اللي بدي تفضل الان انا بدي طلع ما نابني من ربح لا لا تقول ما نابني انت شخص واحد لا تشكل لي اياها انت شخص واحد انت تاجر عندك 1000 بنطلون امشي بها في مثالك احنا يعني انا ما بدي افرض الشركه هاي تاجر واحد انا بدي افرض انه يا اخي بنحل المشكله بالبساطه بواحد بعدين بننتقل طيب. نشوف هلا انا لانه انا هلا لما عمل عندي اذا سمحت انا لما معطيك الجواب المساله ما فيها اشكال يا زكاه عروض تجاره يا زكاه الربح او اثنين فأنا لما عم أعطي النتيجة هي عم أتصور تاجر أنت عم تتصور شركة لا خلينا نحل الآن خلينا شوي خلينا نحدد الكلام الآن أنت كان في ذهنك شركة أنا في ذهني فرد تاجر مع هذا التحديد في إشكال على جوابنا السابق لا لتفصيل الأمر بدي أقول إنه أنا تاجر واحد ما جاوبني في إشكال بعدين بنحله أيوة حله بعدين هو الآن مش في كل هالتفاصيل هاي في احتياطيات في كذا في أشياء استبدادية بس خلينا الآن اللي حتى نستفيد حتى أنا أصل لحفظ خليني أقول إنه أنا تاجر واحد وعندي 100 بنطلون الآن أنا الربح اللي بدي أخذه آخر السنة وأضمه إلى نصابي أنا عم تخيل إن إحنا أنا بدي أخده وحطه والقضية محلولة وما رح يحصل هيك رح يحصل إنه أنا رح أخذ جزء منه شو بدي بيها الاستعباد كلها أنا بدي أدرس الواقع يا بارك الله فيك لا أنت عم تقول بعد من حساب بدي أدخل أنا فيه تفضل أدرى واضح بسؤال تفضل كده أدرى واضح في نوعين من الشيء اللي بسموه رأس مال في رأس مال يحطوا الشركاء او يحطوا صاحب المصلحة في انشاء هذه المصلحة اللي هو بروح في العمارة وفي الماكنة وفي الموجودات اللي ممكن تشغل مصنع بعدين في مال يخصص لشراء بضاعة وبيع هذه البضاعة وبعدين بينشأ عن هذه العملية الربح اللي هو التعامل مع هذا المال ذاك المال انا بعتقد انه يعني موتناه او جمدناه في المصلحة بعدين في المال اللي نشتري فيه بضاعة بنحولها لبضاعة أخرى من بيعها بينشأ عنها الربح يمكن الغموض صاير بين الخلط في أمر الخلط ما بين الربح وهذا المال اللي هو عبارة عن سيولة هل هذا المال اللي بنتداول فيه يحق يعني لازم ندفع عليه زكاة ولا لا لأنه هذا مال عامل وفي أمر الربح أظن أمر الربح واضح يمكن المال هذا اللي هو سيولة أو اللي بنتحرك فيه هو اللي عم بيعمل كل هالإشكالات هاي لأنه كل الخلط في هالأمور بينشأ عن الكاش فلو هذا أو عن رأس المال العامل وليس عن رأس المال المجمد وأعتقد التعقيدات في هذا الباب ما, ما, ما أظن أبو يحيى يعني هذا لا أنت عم تحكي أنا خطر عبالي بدأت أفهم شو الشيخ فهمه على إيش هو بيطلع كل الكاش اللي ضل بالآخر الشيخ أنه ربح نعم الشيخ رضي ما عاد لأني أبدح ولا أنت كيف الشيخ بعيني شيء هنا اثنين الشيء الأول ما أخذته من 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 نقد بغض النظر عن إنه هذا كل ربح ولا نصه ولا ربعه ما أخذته من نقد وتحقق لك بتضيف ولا النصاب تبعه وبتخرج عليه زكاة حال عليه الحول ما بقي في الشركة هو بنسى الشيخ ربح مش ربح عم بنظر على على النقد الموجود عن النقد الموجود سواء كان ربحا احتياطيا رأس مال اللي بدك إياه بتطلع هذا النقد لما حال الحول عليه شو بخصك منه؟ ادفع تدفع عليه فما عاد ربحا عاد السيولة النقدية اللي بتدفع عليها شيخ سيدي؟ تفضل هلا نحن انا وين كنت انا عم بدور والف؟ شو بدي فيها انا؟ لا لانه تعبوا حالكم على البور انا عم بدور عم بلف على انه الربح ليس بالضرورة ان يكون مالا موجودا ممكن يكون على رقم شو بهمنا يا استاذ بالنسبة خلص هلا انا وضحت لحالي يعني انا الان
جزاك الله خير. يعني طيب. أنا رجعت فكرت في الموضوع. ألشنا يعني ألشنا. نقطة مهمة جدا ما تطرقوا لها الأخوة الله أعلم إلا إذا يعني أنا. مهمة لأنه هاي بدي أضيفها للمعلومات. موضوع شيخنا بعض الديون بتكون موجودة على بعض من. السيولة نأخذها في آخر السنة. نقتنع. شيخنا نعم. اقول يعني انه قد تكون بعض المحلات عندها دين للاجل لكن حال الحول على مبلغ موجود عنده لكن هذا الدين لسه ما تم اتفاقه مع التجار او تسديده عليه الزكاة عليه الزكاة اي نعم وهذا الوجوب هو مشان حتى يوفي ديونه للناس اذا كان ما انا اقصد إذا عليه عليه على هذا المال الذي هو عنده بمعنى أنه لو أخرجه وفاء لديونه لم يبقى عليه زكاة صح؟ الله شيخنا ما اللي ممكن في هاي حالة شيخنا الطرفين يبقى زكاة عن نفس المال لا لا أخذنا ما أقصد بحث ثاني أنا فهمت منك رب تاجر نعم. عليه ديون نعم إلى أجل نعم عليه ولا إله؟ لا عليه. لكن عليه. معاه فلوس نقديه. عليه ديون إلى أجل. نعم سير. وعنده سيولة كما تقولون. نعم صح. باستطاعته نوفي هذه الديون. نعم. لكنه ما فعل. نعم. وحال الحول على هذا المال الذي عنده. أي نعم. أنا بقول يجب عليه إخراج الزكاة. وهذا كأنه يعني من حكمة الشارع الحكيم. هو انه انت ليش عم تتباطى في وفاء الديون اخرج هذا المال هذا وفي للناس وبتخلص من من الزكاة سبحان الله مو هذا هو نعم يا شيخ صحيح سبحان الله يعني ما يطمئن البال ان الاجوبة لا تختلف يعني انا هذا الحق سجله عندي قبل 5 سنين او 7 سنين هذا السؤال وهذا التفصيل وارد وسجله عندي حرفيا سبحان الله يعني كنا نعمل سابقا انه انا الي دين على الناس هالقديم الناس لها دين عليها هالقديم نعمل مقاصد هذا التفصيل اجى منك انه انت الان حث الانسان على انه يسد له قبل الحول وكذلك الان اللي بيطرح نفسه انه اذا الان انا عندي نقد وهذا النقد بخليه لا اشتري فيه بضاعه هي ليست من باب الحيله الشرعيه انه قبل ما يحول الحول اني اشتري بضاعه يعني أعجل في هذا الأمر حتى لا أبقي رقب لأنه أنا أصلا بخلي لي هذا الغرض. نعم. نرجع للسؤال الأصلي. كيف؟ نرجع للسؤال الأصلي. هذا نشوف. نشوف. رجل عنده مال. وين وصلنا؟ إيه. وهذا المال يستغله في إعادة إنشاء الأبنية. يعني تجي على بناية قديمة. تحط فلوسك في انك تجددها تاخذ موافقات والى اخره وتخرجها بحله جديده وتعيد بيعها ياتي من ذلك ارباح الارباح توضع في نفس المصلحه وتنشا اماكن اخرى وهكذا وبالتالي راس المال هو دائما في ابنيه دائما في ابنيه في ابنيه عمل وفي تصليح والربح ينقل رأسا إلى مشاريع يحول وقت. إلى نعم مشاريع فبطبيعة الحال أي وقت من السنة بيخصصه لحتى يدفع زكاة ممكن أن ينظر كم عنده من النقد ويغطي النقد فيما يتعلق بزكاة النقد لكن هالأبنية اللي بيأخذها بيصلحها بيبيعها بيجيب غيرها بيبيعها وهكذا هي من زكاة فيما يتعلق بالعقار الذي يصلح ويباع ويصلح يعني هو لا يملك إلى لفترة قصيرة أثناء إعادة الإنشاء ثم يعيد بيعه نعم. المال اتفقنا المال في وقت ما عليه يزكى ولكن رأس المال هذا اللي متحرك في حجارة وليس في بضاعة يعني أنا راح أضيق مثالك أنه هذا الرجل من كثر ما بيشغل رأس ماله ما يبقى عنده نصاب مطلقا بضيق لك يا يعني الموضوع بالإضافة انه هالأشياء المخطوطة مش كلها يعني فهذا لا يخرج زكاة النقد إطلاقا لماذا
لأنه ما يبقى عنده نصاب. مثلا اجتمع عنده 500 دينار راح صلى جانب من البيت القديم إلى آخره وهكذا الدواليك. هذا ما بيطلع عليه زكاة في النقد. فيرد الآن سؤالك صح؟ سيقال والجواب سبق أنه هالعمارة مو بيأجرها مو بيبيعها سواء هيك ولا هيك، لما باعها صار عنده سيولة، هالسيولة هاي ما خلاها جامدة مكنوزة بحيث يحول عليها الحول ويطالع عليه الزكاة، وهكذا دواليك. نحن بنقول الآن هنا ليس عندنا في الشرع ما يوجب على هذا النوع من التعامل أو من المعاملة الزكاة. ليش؟ لأنه هذه عروض تجارة ولا يمكن التصدق بها، وإنما كما قلنا آنفا بالنسبة لبعض البضاعة التجارية ذات القيمة العالية، وضربت أنت مثلا بعد مثلي بالسيارة بسيارة مرسيدس، فهو إذن لما بيجي هذا المال الذي يريد أن يعيده إلى تصليح بناية أخرى بيطالع منه ما تجود به نفسه. كذاك الغني الكبير اللي عنده سيارة لكن لمن يعطي هذه السيارة، فالأولى يقومها يقدر قيمتها يوزعها للفقراء والمساكين. نفس ذاك الجواب يوضع هنا ولا شيء آخر إطلاقا. يعني لما بيبيع له عمارة أي نعم له أبطل 100 ألف هو من هذول ما تجود به نفسه. أي نعم. الآن اتفقت على أنه عندما يخرج الإنسان زكاته في آخر في نهاية العام الهجري على سبيل المثال حدد موعد له، وهناك بضاعة أسلوب الحياة الآن أو الطرائق التجارية الآن أنه أنا بطلب بضاعة من ألمانيا بدفع 25% من قيمتها للبنك، البنك بدفع له هنيك وبيضمن البنك أنه لما توصل البضاعة لهون يسدد بالكامل، بحيث أنه أنا رشئت أم أبيت ما في حل إلا أني أنا أدفع هذا المبلغ للبنك دفعه وأخذ ضمانات. يعني بهالأثناء بتأخذ البضاعة لتصل من بين طلب البضاعة حتى تصلني بتأخذ لها 4-5 أشهر. إذا حصل أنه وترصدت علي المبالغ هاي فهذا أصبح دين مطلوب مني أنا أسده بعد مثلا آخر السنة الهجرية بشهر أو بشهر ونص. فهل أنزل هذا المبلغ؟ لأن المبلغ هذا متحقق لكن أنا ما دفعته لأنه طرائق البيع نفس الصورة السابقة. يعني الجواب أني بدفع نعم أن المال موجود عندي رغم أن البضاعة الآن تجهزت وأصبحت في الطريق، لكن لا يزال المال عندك وحال عليه الحول، وإلا سيقال أنا أحتفظ بهذا المال وما بخرج زكاته لأنه بدي أعطيه لل... طيب لنفرض أنه أنا لنفرض أنه الإنسان مسلم ومع هذه المعرفة أراد أنه يسدد فورا وبإمكانه أنه ما يسدد إلا بالطريقة القديمة أنه بعد شهرين بعد 3 أشهر. نعم. فهل هذا يعتبر يعني مكروه؟ هو نيته ما بده يدفع لا يعني نيته لا يحتال، أقصد أن لا يحتال للخلاص من الزكاة. مثالنا السابق هذا التاجر تحدث عنه أبو أحمد، هو بسارع لإخراج للوفاء بهذا الدين قبل حلول الأجل، مشان إيش؟ مشان يتخلص من الزكاة. هذا ما بيجوز طبعا، واضح في مثالنا هذا. أصبر شوي ولا مش واضح؟ واضح مع شيء من ال يعني شو هو المشكلة قد ما هي أمور التجارة في هذا الزمن المعقد. لا أنت لا توسع، خلينا في المثال لأنه أخي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المثال
المقصود فيه عادة هو توضيح الممثل له وليس المقصود هو بذاته. فلما نحن ولا مش واضح؟ واضح مع شيء من ال يعني شهور. المشكلة قد ما هي أمور التجارة في هذا الزمن معقد. لا أنت لا توسع، خلينا في المثال، لأنه أخي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المثل المقصود فيه عادة هو توضيح الممثل له وليس المقصود هو بذاته. فلما نحن نفهم المثال ربما بعد ذلك نتوصل به إلى فهم ما كان مغلقا علينا فهمه من قبل. هذا المثال واضح. أنت بتقول أنه هي إشكال، طيب ما هو الإشكال؟ لا مو إشكال، هو أنه إذا ما إيش اللي من الأمور يعني كيف بحصل؟ هلا هناك وسيلة أرخص من وسيلة. أنت أبو يحيى لا معلش خذني على عد عالي، ما تحيد عن الموضوع. لا ما بحيد جد، أنا بمقدار ما أنه بكفيني كلمتك أمور وأنا كلمتي أمر، فلما بتحط الأمر في الأمور صار في تمييز الموضوع. طيب هو نفس الأمر. طيب الآن نفس هذا الأمر شو يريد عليه؟ يعني الذي يعني هذا التاجر له الخيارة في أن يشتري بهذه الطريقة اللي تحدثنا عنها. مثالي أنا مع أبو أحمد، مثالي مع أبو أحمد. أبو أحمد شو قال؟ رجل تاجر عنده سيولة تبدو والنصاب وفي عليه دين لبعض الناس، فهو لا يفي هذا الدين، هل يجب عليه الزكاة؟ الجواب نعم. طورت أنا المثال أنه هذا التاجر عليه دين للسماحة لأجله، فبيقدم الوفاء قبل الأجل مشان يخلص إيش؟ من الزكاة. هذا المثال واضح كمثال واضح. طيب من ناحية الشرعية يجوز؟ لا ما يجوز، لأنه يريد أن يتخلص من الزكاة. أول ما الموضوع أيوة في فرق الموضوع من النية، كان تسبيق الأجل هو فقط للتفاعل هو هذا غير المثال الأول. أنا طورته أنا طورته غير كان لأجل هاي صار تحايل. هذا المثال ليش أنا ما تأخذوني بتشوفوني متعصب لرأيي أو لمثالي؟ لأني في ظني والله أعلم أنه هذا المثال بحد إشكال غائب عن البال يرحمك الله. فالآن هذا المثال اللي أنا أخذته من أبو أحمد وطورته لأجل، فهو بيخرج الزكاة بيوفي الدين قبل حلول الأجل عشان يخلص من الزكاة. هذا العمل يجوز؟ لسه أبو يحيى في عنده شيء؟ لا نسمعه. لا يجوز، ما بيجوز. طيب الآن الصورة اللي أنت عم تحكي عنها الآن إما بتكون إلى علاقة بالصورة تبع أبو أحمد فهي جائزة، أو إلى علاقة بالصورة تبعي المعدلة فهي غير جائزة. هي واضحة صح ولا لا؟ ما بناخذ جواب من أبو أحمد. لا لا هي خلص هي مرجعها النية، أصبح مرجع النية. طبعا كان شو هنقول مرجع النية. ما لها دخل النية هنا. لا. أنت جيت الطش ما تأخذ الأولية. لا بالعكس هي الفيصل النية. فقط يتفادى الزكاة لأنه أنا الآن. شو طلع معك يا مساء؟ يمكن هذا الحديث شيخنا شجاعي برضو اللي أوله ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاد بين توفينا. لا ذاك الحديث اللي ذكرته الأول. الآن طريقة الاستيراد الليتر أوف كريدت أغلى. طيب شفته بالمؤمن؟ هذه الحالة رسوم وكذا ووصول البنك المشهد. يعني ابتداء إلا أنت دفعت نقدا هذا ما عليه ضرر،
لكن أن تكون أنت طالبها ليس بالدرجة وحال الحول وقرر بدك تدفع زكاة غيرها حتى تدفع كاش خلاص هي أنك تقدر تدفع زكاة. تمام نفس الشيء. لكن ابتداء لو أنت بتعمل يعني ابتداء سؤالي مثلا يكون تبقى لو أنت ابتداء بتعمل هذا الأسلوب دائما تدفع على أقل كمان بذهنك إنه حقيقة تستحق البضاعة بدل ما يحول الحول عليك وصير من صار ما أظن فيها شيء. لكن إذا يعني كلنا نتكلم نية هون برضو كمان نيتك نيتك برضو مصدقة أنا ما بدي يعني أنا الآن هاي ما علاقة الزكاة النية صار بدك تدفع كاش بدك تدفع كل شيء. بس لذهني إني أنا الآن أكون ذات حق الباقي إيش وجه رأيك أكون ذات حق باطل برضو كمان حتى ما أدفع عليه حتى ما أحطه في النصاب لأن هي حقيقة في النصاب لأن البضاعة في النصاب مش للنقل. والله هذا هيك صار في الجواب السؤال آخر لا بد منه هذا صار صح سيدي زي سؤال الشخص اللي بروح بيشتري البضاعة بس جوابه النية قبل ما يصير الحول كمان ما بيجوز بيجوز. لا لا شوف لا 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 لا, لا, لا هذا معه كاش والفكرة أنه هل يختار أن يتداين أو أنه يدفع ثمن البضاعة. هو ما الذي يلجئ التجار الى دائما تفضيل الشراء بالاجل؟ انه دائما المصاري اللي عنده بيخلوها لاحت لوحه صار اشي بسرعه كذا. الان سؤالي هو مع دقه السؤال اذا انسان قرر في تجارته انه دائما يشتري نقدا وبذهنه انه يا اخي انا ليش يعني دائما يكون عندي نقد احتياط ويجي حول عليه الحول وادفع بخليه كله دائما بضاع عروض تجاره هل في ضير في هذا الشيء؟ مع انه نيه هون جزء من نيته على انه ما بده يفاجئ الحول عليه وهو عنده نقد مش بضاعه علما انه بده يدفع البضاعه على العروض التجاره يعني لكن مش بقدر محدد هون برضه في هذا السبيل وهو مخير ابتداء طيب ياخذ على التراخي لو كانت النية ما يدفع عروض التجارة زكاة عروض التجارة يختلف الحكم؟ طبعا ايه. وانا بقول معك طبعا الامر جائز جائز نعم. جملة هذا ما عرضنا لسماعه لانه انا انظر لموضوع ما هي الحكمة في عدم فرض الشارع الحكيم على عروض التجارة زكاة مقننة محددة يرغم التاجر على إخراجها كما يرغم على إخراج زكاة النقدين بالمئة اثنين ونص. شو الحكمة؟ الحكمة من ذلك تشجيع التجار إلى تشغيل رؤوس الأموال لأن ذلك أنفع للمجتمع الذي فيه الفقير والغني والمتوسط الحال. وهذا أنا بقوله جوابا عن بعض السطحيين اللي بيقولوا انه انت لما بتقول انه عروض التجارة لا تحول الى النقد لا تقوم معناها حرمت الفقراء حقهم من المال المنصوص عليه في القرآن. انا بقول لا انا اسأل سؤال اقتصادي وهو هناك تاجران أو غنيان بالأحرى والأصح تعبيرا غنيان كل واحد عنده مليون أحدهما اكتنز مليونه في صندوق الحديد لكنه يخرج زكاته الآخر حول مليونه إلى عروض تجارة إلى مشاريع يستفيد منها عامة أهل المجتمع أيهما أنفع للمجتمع؟ فقراء ومتوسطي الحال وأغنياء الذي كنز أم الذي صرف حتى ولو دفع عروض تجارة أقل هذا يزيد النظريات الاقتصاد الحديثة كلها تقول هذا هذا هو لذلك ربنا أعلم بما شرع كويس. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا إن المؤمن خلق مفتنا توابا نشيا إذا ذكر ذكر. ما من عبد مؤمن
إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إذا هن جنسان. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكرا. نسأل الله أن يجعلنا من هذا النوع من المؤمنين. الله يسلمنا. صورة واحد شيخنا، صورة يعني لعلها أخيرة في موضوع التجارة. إنسان مثلا رتب ترتيب مثلا في كل نهاية السنة أو كل رمضان إنه ما يكون في نهاية رمضان أو عليه أي شيء من الدين، مرتب تنظيم هيك حتى إنه يخرج في النقدي، شو بصفى معها نقدي بدي أنا أزكي عليها وهروبا من الزكاة، أي شيء ممكن نسميه الواحد، لكن أنا طبعاً ده مضمير محلي. هذا جائز شيخنا؟ ما لي شايف في شيء جائز، لأن أنت ما بتقدر ترتب أمورك إلا زي ما ربنا بيسر لك طالما أنت ملتزم بالموعد. عم يقول إنه مرتب حاله أول رمضان هو الوقت اللي بيزكي فيه، نعم، ما يكون عليه دين أبدا. أيوة. افترض إنه عليه دين لأجل في خلال هاي المدة يلغي أجله. لا ينظر للنية، هو ليش رتب النية يمكن يتفادى الزكاة؟ ليش رتب الترتيب؟ عشان يخلص من الزكاة؟ لا. هيك عكا. عشان يخلص من الزكاة؟ يكون صافي شيخ، نعم، يكون صافي. يعني ما مشان لا أنا نعم نعم نعم. أنا ما بك. خلينا نحط إنه يعني بدي لهذا الوقت أنا أكون اللي هو اللي عليه الخلف. ها مثل هيك شيخ. ما ليش؟ أنا ما في فرق. أنت قاصد إنك تخلص من الزكاة بسبب أدائك للديون إلى ما قبل شهر رمضان؟ قاصد الحيلة على الزكاة؟ حيلة لا شيخ. اتفق انت وعدنان هلا. انت قلت بخوف ان لا يدفع زكاة على الاموال. لا يدفع زكاة على الاموال. انت افهم شو انا اقصد. يعني انا الان بدي حتى ما انا اتوسع موضوع الزكاة وكذا وكذا. بدي احمل حالي. انا في فرق. في نهاية رمضان ما بدي يكون عليه ديون واللي بيطلع معي الصف بدي ازكى عليه وبس. هذا سيدي احنا ليش نسميها حليلة بالاقدام؟ نسميها انه يريد ان يخرج ما عليه فعلا. نعم. إذا عليه ما يبدو حل بعد 15 يا أستاذ بارك الله فيك، في فرق بين إنسان يخرج الزكاة قبل أوانها وذهنه خالي عن وفاء الديون التي عليه، وبين إنسان يريد أن يخرج الزكاة قبل أوانها لكي يريد أن يؤدي الديون قبل أوانها لكي يخرج من الزكاة، يخلص من الزكاة. في فرق صورتين دول، في فرق واضح جدا ولا؟ هلا في عنا بالحديث قبل أوانه مشان ما يدفع زكاة. في عنا بالحديث أن العباس عمر رسول أخرج الزكاة مقدما زكاة سنتين، شو رأيك وأن هذا جائز ولا مو جائز؟ يسمنا منك جائز. هذا مدام أذن الشارع به ليس كأداء الصلاة قبل وقتها، وإنما هو الاستعجال بالخير، هذا كرم نفس. قد يفقر هو من بعد ما أخرج هذه الزكاة. أنا خلفت فأنا منك مرة كمان شيء وأريد أن أؤكد لأن الموضوع حقيقة هام جدا بالنسبة لي. فهمت منك أنه لا يجوز أني أنا إذا غلب على ظني أني أنا الزكاة طلعتها بالكامل أني أدفع بدون ما زيادة بدون ما أحسب. إيه ممكن، يعني يجب أني أحسب أولا وبعدين إذا بدي أطلع زيادة أطلع. أما يعني يعني أنا بعرف مثلا تقديرا إنه أنا عندي 5000 دينار بالحد الأعلى بطلع لي كذا، فما بحسب طلع زيادة. نعم. لكن ما بمسك ورقة وقلم وبحسبها وكذا وكذا، فبت منك هذا الحق غير جائز. غير جائز؟ إيه؟ لا هذا هنا جائز، لكن اللي مو جائز هو في
صدقة المولود لعله في اشتباه بين مسألة أخرى. بمعنى تعرفوا أنه المولود حينما يولد بترتب عليه أحكام عديدة، مو حكم ولا اثنين، من جملتها أن يحلق شعر رأسه وأن يوزن، لا، وأن يتصدق بوزن شعره فضة. فرب إنسان ولا سيما إذا كان من أغنياء بيقول بلسان الحال أو بلسان القال شو بدي بيها اللبكة، أنا بطالب زيادة. هالشعر هذا مهما كان كثيفا، لأنه فعلا الأطفال بيختلفوا من هذه الناحية، هذه شو بيطلع دينار، خلي يكون دينارين، خمسة، عشرة، شو بهم هو؟ لا، منقولنا أنا لا، يجب أن تنفذ النص، تحلق الشعر وتروح توزنه وتعرف ما هو الواجب عليك. فإذا عرفت ما واجب عليك وأخرجت زيادة حينئذ فمن تطوع خيرا فهو خير له. أما في الزكاة ما في عنا شيء يوجب علينا أن نعمل حساب، لكن واجب علينا أن نخرج بالمية 2.5، فإذا عطينا بالمية أضعاف مضاعفة ما بيدنا الشارع. ليش ما عملت حساب؟ لأنه ما في علينا هذا التكليف كما هو الشأن بشعر المولود. الشارع الثاني المثال اللي ذكرت لك بالتحديد، قلنا بيبيع بيعة بيروح يدفع منها إلى آخره. طيب لو تواجد عنده بناية وقعدت مدة، هل هذا يعني يقيم قيمتها برضو؟ شو بتقصد قعدت مدة بدون بيع يعني؟ مثلا هنا برضو بيقيم قيمتها ويدفع عنها كل سنة يعني؟ لا، مش مرة ثانية مثلا. مرة ثانية ما في مانع، لكن بدون تحديد أيضا. بدون تحديد طبعا، هي مش بقدر قيمتها وتدفع له شيئا من ذلك. يا سيدي الإيجارات برضو كما تخلق فتوى في الإيجارات، كل شيء عندنا فيه إيجار، لكن ما يصرف، معناه ما يريد تصرف، فبالتالي يعني لا يعني بما أنه أجرتها شهرية فهذه من ضمن المصاريف تصرف، فبالتالي يعني آخر السنة اللي حدد فيها الإنسان موضع إخراج الزكاة ما بقي من هذا وضاف إلى النصاب، أليس كذلك؟ هو كذلك. يعني أنا كنت سابقا وما زلت الحال الحمد لله، يعني أول بأول بطلع، لكن إذا سلكت هذا المسلك بأنه أنا في يوم محدد من السنة شو عندي بغض النظر، ما في مانع يا أستاذ، كان خلت النية من حين شرعية. ابن عباس لما أخرج عن سنتين، إذا في السنة اللي بعدها، مو ابن عباس، أبوه العباس، العباس لو في السنة اللي بعدها كان عنده مال أكثر يزكي عن الفرق فرقية يعني، ولا خلص المال الأكثر إذا ما أخرج زكاته فكل شيء بيحسب مزكي عن سنتين. فاهم فاهم. إذا كان السنة الثانية فيها لا لازم يخرج زكاة، كل شيء بيحسبه. بالعكس. إيش العكس؟ خلاص من قلنا أني من قد يفقر. قد يفقر في الجوال. ما بيخرج السنة بعديها. غني بده يدفع. يعني إذا زاد ما ليجمع زاد يقص ما بيخرج في الجوال. كف كرم. السؤال الآخر إنه بالنسبة للذهب اللي تتحلى به النساء. عليها زكاة. عليها زكاة مرة واحدة. لا والله. كل سنة. كل سنة. لحتى يخيس. وما يكون عليه زكاة. كل سنة على زكاة. أما الجواهر كمان؟ لا. لا لا، الجواهر الكريمة والبلاتين اللي هو أغلى من الذهب. ما علي زكاة. أي نعم، ويجوز التحري به ولو كان محلقا. غير الذهب. أما الذهب يزكى كل عام. كل عام. اللي هو الذهب والفضة كل عام ولو كان حلية يعني. أي نعم. يعني هذا أولى بإيجاب الزكاة من الكنز، لأنه يتمتع به أكثر مما يتمتع صاحب الكنز بكنزه. صحيح. شو الحكمة للبلاتين ما بعرف، بيمشي الحال إنك الله أعلم.
شو الحكمة انه صلينا المغرب؟ لا طول بالك عليه شوي يعني فهمني ليش احنا ما ندفعش؟ الله اعلم هو السؤال الجواب الصحيح لسؤال يعني حسب النص. طيب. الله اعلم هو الجواب الصحيح انما يعني ما اظن في يعني البلاتين هو ذهب ولا مش ذهب؟ لا مو ذهب. لا بيسموه ناس ذهب ابيض. بيسموه صحيح مثل ما بيسموه الذهب الاسود. ليس مالا بلى. ليش ما ندفع عليه الزكاة؟ لأنه ما فرض علينا زكاة على كل ما خذ لون وليلى حطه عندك هني. نعم. إذا كان لديك وقتا بتحب الحديث اللي قرأ ما من عبد مؤمن كذا إلا يعني وردت كلمة إنه نسية بمعنى إنه بينسى وكأني يعني وهذا الله أعلم إنه هذا ما ترتاح له النفس إنه شرط النسيان أن يكون هناك وإلا يخرج الأمر عن أن الإنسان يقيم على هذه المعصية مع سبق الإصرار يعني هذا يشترط في هذا الحديث أن الإنسان يعني مفتون ثم يستغفر ضال الحديث ثم ينسى يعني هل النسيان شرط أم وهل هذا لا يتناقض مع أنه يقيم على هذا الأمر حتى مماته؟ قبل أن أعيد النظر إلى نص الحديث يبدو لي أن النسيان هنا ليس بمعنى نسيان الذهن وإنما هو بمعنى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركت العمل بها. هكذا يبدو لي قبل أن أعيد النظر إلى نص الحديث وليس المقصود نسيان الذهن. فهو يقول هنا ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. جملة مستأنفة الآن حتى يمكن أن تكون قطعة مستقلة عن الحديث. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا يعني يترك القيام بما يجب عليه وإذا ذكر الآن هذه الزيادة تقلب الموضوع الفهم السابق إلى أن المقصود هو نسيان العادي. المقصود نسيان العادي. حينئذ إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا يعني ينسى أن يتوب فإذا ذكر ووعظ وإلى آخره تذكر وتاب ورجع إلى الله عز وجل. كيف نربطه الآن في صدر الحديث؟ ما سبق الجواب هذه الجملة كأنها مستقلة ليس لها ارتباط بما سبق. بس هي معلش هي يعني الآن ببداية الحديث نعود فنقرأه مرة أخرى. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. طيب سيدي حتى يفارق الدنيا. كلمة ذنب مقيم عليه لا يفارقه لا يعني أنه تركه ثم تاب ثم نسي ثم لا يعني. لذلك أنا بقول هذه الجملة الوسطى وهو قوله عليه السلام أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ليس للفقرة الأخيرة علاقة بما سبق. إن المؤمن أي المؤمن الكامل هنا لازم نضيف الصفة هذه. إن المؤمن الكامل خلق مفتنا توابا ليس كالذي قبله يفارق الدنيا وهو ملازم للذنب. إن المؤمن الكامل خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر أو ذكر.
ما أظن في علاقة. طيب ممكن شرح منك معلش لكامل الحديث لهذا الشيخ. كيف؟ شرح منك لأن لكامل هذا. إيه. كما تريد أن ندخل. شرح لكامل. الحديث. يعني المؤمنون ثلاث أقسام. قسم يرتكب الذنب ويعتاده ما بين آونة وأخرى، فليس هو يرتكب الذنب ثم يصبح هذا الذنب بالنسبة إليه نسيا منسيا ما يعود إليه، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هو ينتابه مرة بعد أخرى. شر من هذا هو الذي يقيم على الذنب ولا يفارقه حتى يموت، شر من الأول. استئناف جملة جديدة كما قلت آنفا، المؤمن الكامل هو الذي خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. هذه أنواع ثلاثة، أعلاها وأسماها هو الأخير، وأدناها هو الوسط، والذي قبله هو خير منه، والله أعلم. هيا اتفضلوا. لا النص من حيث روايته عن الرسول عليه السلام لا يصح، لكن اتفاق السلف على هذا، ليس في الخضروات زكاة، هيك النص كحديث، لكن من حيث الإسناد لا يصح. هذا من حيث إيش الرواية، أما من حيث المعنى والمبنى فهو صحيح. لكن بيرجع الموضوع بقى، واحد عنده مبقلة تثمر له الألوف مؤلفة، لابد ما يخرج شيء منها للفقراء والمساكين، وبخاصة يوم الجني ويوم الحصاد إذا كان يحصد جملة. هنا أمر رزق كذلك، لكن ليس عليها زكاة، الزكاة المقننة، إذا أطلقنا فنعني الزكاة المقننة. بيطلع عنا دراء، بيطلع عنا تفاح، مش كميات، مش يعني كذا، طبعا يعني احنا حاجتنا بسيطة، لكن الباقي بنهديه، يعني بنبعته للأقارب، منهم يعني منهم الغني ومنهم الفقير. فيعني الآن يعني احنا الآن طالما بده يطلع منه صدقة غير محددة يوزع منه، هل يجزئ ويغني انه يوزع على هالأقارب بغض النظر عن حالتهم المادية أو إمكاناتهم أو فقرهم أو غناهم؟ هل نعتمد كلامك الأخير أم كلامك الأول؟ نعم سيدي، شو السؤال؟ هل نعتمد في الجواب كلامك الأخير أم كلامك الأول الذي فيه أنه تعطي للأقارب كانوا أغنياء ومنهم فقراء؟ نعم. أو كلامك الأخير الذي لم يأتي فيه هذا التفصيل؟ والله اثنين سيدي إذا تكررت. هو لابد راح نجاوب عن أي وأي، بس نشوف أنه ماذا يعني. والله أنا بصراحة يعني أنا عن حالي يعني تصرفاتي خطأ، لأنه أنا بطلع يعني الحمد لله في أقرباء فقراء بطلع الواحد، بس يعني ما عم اتوخى ان نوزع فعلا إن على الفقير الفقير. حمدك هنا في نظر يا ابو يحيى، لكن انت قلت الحمد لله في فقراء، انه انا اصبحت راح ترقى لي هذا يعني. انت بتقول الحمد لله انه نتصدق عن الفقراء. لكن نحن نحاسبه على لفظه وليس على قصده، قصده معروف. هذه الدقة نعلمها دائما. عفوا بارك الله فيك، إذا كان الواقع هو هكذا
فقد كنت بالواجب وزيادة. أما الواجب هو أنك أخرجت زكاة المال للمستحقين من الفقراء، أما الزائد فهو أنك وصلت الأقارب بشيء من الهدائع والتحق أيضا. هذا إذا صار شيخ يخشى منه.